عليكم، نكمل مع بعضنا درس اللي بادين فيه أو الكابيتول اللي بادين فيه. هذا ثالث فيديو اللي هو كيهضر على اليمنتي كونستيتوتيفي ديال فييكولو، بمعنى تا كاع المكونات أو كاع العناصر ديال واحد العربة. فايتين هضرنا على بنيوماتيتشي، هضرنا على فريني، هضرنا على فيتري، وبزاف ديال لي نوسيون اخرين أو المفاهيم اخرين اللي كنتمنى اللي مازال ما شافش الفيديوهات اللي فاتوا يمشي يشوفهم. انا ملي غادي نكمل غادي نديرهم في بلاي ليست بوحدها، باش اللي مازال ما وصلش لهذا الكابيتولو يلقاهم مجموعين مره واحده وما يضيعوش وسط الفيديوهات. اول حاجه غادي نبداو بها هو لو ستيرسو. لو ستيرسو هو الكيدون او الفولون او كل واحد شنو تيقول ليه. المهم ملي نسمع الكلمه ديال لو ستيرسو غادي نعرفها هو الكيدون او الفولانتي هو الكيدون. خاصنا نعرفو انه لو ستيرتسو بو ديرشي تانتو ديلي كونديسيوني دلاوتو، بمعنيتها ان الكيدون ماشي فقط تيديريجي لينا الطوموبيل او لا تيحدد لينا المسار ديال الطوموبيل، بل اكثر من هذا انه الا كان شي مشكل في الطوموبيل فهاد لو ستيرتسو تيقولها لنا او هاد الكيدون تيقولها لنا وتيعطينا علامات. فخليكم معايا غادي نشوفو العلامات اللي تيعطينا هاد لو ستيرتسو ملي تيكون شي مال فونسيونامينتو في لي كونديسيوني دلاوتو. لكن قبل ما نبداو باول مشكل خاصنا نعرف واحد ليليمنتو اللي هو مهم بزاف. كيف ما شفنا كاين السيرفو فرينو، الا كتسترجعوا معايا الدرس اللي فات، السيرفو فرينو تيخلي انه الفران يكون خفيف، يعني ما نحتاجش نورك عليه برجلي بواحد الطريقه كبيره ولا ندير واحد المجهود كبير باش نورك على الفران. هذاك السيرفو فرينو كيخلي الفران يكون ساهل انني نورك عليه. كذلك السيرفو ستيرتسو، يعني كاع هاد الطوموبيلات جداد ولا كاع الطوموبيلات اللي كاينين دابا تقريبا كلهم عندهم هاد السيرفو ستيرتسو. شنو هو السيرفو ستيرتسو؟ هو واحد الميكانيزم كيكون متصل باللوستيرتسو، بمعنيتها انه الكيدون كيولي خفيف باش ندوره. لان هذا اي واحد فيكم غادي يمشي يجرب الكيدون ديال شي طوموبيل غيلقى انه ما غيحتاجش يدير واحد المجهود كبير باش يدوره، عكس شحال هادي مني الطوموبيلات ما كانش فيهم هاد السيرفو ستيرتسو فهما يا الكيدون ديالهم كان باش يدوروهم كان كيحتاج واحد المجهود. دابا نقدروا غير بصبع ندوروا الكيدون، هذا هو لاش تيليق هاد السيرفو ستيرتسو. ملي كيولي عندنا الكيدون او لو ستيرتسو ثقيل، يعني كنوليو ندوروه بمشكله او لا بواحد لا فورتسا كبيره، هنا غادي نعرفو ديريكتامينتي انه السيرفو ستيرتسو راه نون فونسيونا بيني، يعني كاينو مال فونسيونامينتو ديال سيرفو ستيرتسو. المشكل الثاني اللي ممكن نعرفه او نكتشفه عن طريق لوستيرتسو او الكيدون هو ملي تكون لا بريسيون دي بنيوماتيكي انسوفيشينتي، بعنيتها يا اما شي رويده تفشات يا اما شي رويده عندها الكونفياجو ديالها ماشي كومي سي ديفي، يعني ناقص. هنا لوستيرتسو تيرا نيلا ديريكسيون ديال روتا فوراتا، بمعنيتها انه الكيدون تيجرك او تتحس به تيجر او تيدور في اتجاه الرويده اللي هي مفشوشه او لا مثقوبه ولا ناقص فيها لا بريسيون. نتمنى نكون واضحه في هذه الامور. Ma anche la convergenza delle ruote ha influenza sulla precisione della strezzata. Mi meno annehu la اول حاجه غادي نشرحها هي لا كونفيرجنس ديال لي رواتي. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا عندي واحد العربه الوسط اولا واحد الفييكول الوسط، كيف ما كتشوفوا الرويد ديالو مقادين دريتي هما هادوك. كاين اللي على اليسار او اللي على اليمين كيف ما كتشوفوا الرويد عوجين شويه، يعني ما مقادينش مزيان. هذه كتسمى لا كونفيرجنس ديال لي رواتي. الا ما كانتش لا كونفيرجنس ايزاكت ديال لي رواتي او لا صحيحه، فهاد الحاله لو ستيرتسو ما تيكونش مزيان، يعني انت كدور اسينيسترا ولكن الطوموبيل ما تدورش معاك بالشكل الصحيح، او العكس تدور اديسترا والطوموبيل ما تدورش معاك بالشكل الصحيح. هنا كنعرفوا انه كاين مشكل في لا كونفيرجنس ديال لي رواتي، وكنمشيو عند يا اما الميكانيك يا اما لوفيتشينا اللي مختصه بالبنيوماتيكي، هما اللي تيديروا هاد لا كونفيرجنس او لا ليكويليبراتورا ديال لي رواتي.
نهضروا دابا على واحد ليليمنتو اخر اللي كيتسمى ليمبيانتو دي سكاريكو. هاد ليمبيانتو دي سكاريكو هو اللي تيكون في لابارتي الاخرى ديال الطوموبيل، هو اللي تيخرج لينا الدخان. هاد ليمبيانتو دي سكاريكو ما فيهش ليليمنت واحد ولكن فيه ثلاثة، فيه الكاتاليزاتوري il tubo di scarico, il silenziatore o la che tsemma kedalik la marmitta catalica. شوفوا شنو هو الخدمه اللي كيدير لنا هاد الامبيانتو دي سكاريكو. ولكن ان جنرالي كفكره عامه انه كيحاول انه كاع لي غاز اللي تيكونوا داخل ديال الطوموبيل تيخرجوا لنا ناقصين من النسبه ديال السخونيه ديالهم، كذلك النسبه ديال التلوث اللي كيعطيونا في الهواء. هذاك الشيء علاش كنسمعوا الطوموبيلات ايورو 4 ايورو 5 ايورو 2 ايتترا، يعني كل واحد الفلترات او الفلتر اللي عنده كيفاش تيخرج هذاك الدخان. كاين اللي كيخرج هذاك الدخان يعني التلوث اللي كيدير كبير بزاف، وكاين اللي عنده فلتر كيخرج الدخان التلوث ديالو تيكون ناقص بطريقة كبيرة وبشكل كبير. Allora, nciò cosa vuol l'impianto di scarico. L'impianto di scarico ha lo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico causato dai gas di scarico del veicolo, convogliando i gas di scarico verso l'esterno dopo averne abbassato la temperatura, la pressione e la tossicità. Bimani, se che smetti con qbel, huwa l'hedef dialu, o l'khidma li kaydir lina, annahu kayenqos dina min التلوث الانكوينامينتو اتموسفيريكو اللي كيتسبو فيه لي غاز ديال الطوموبيل اللي كتخرجهم الطوموبيل من بعد ما تتحرق البنزينه ولا الديزل او النوع ديال لاليمنتاسيوني ديالها. يعني ما تيخرج لنا هذاك الغاز دي سكاريكو برا فيرسو ليسترنو، حتى كينقص لنا من لا تيمبيراتورا ديالو ومن لا توسيشيتا ديالو. تاني حاجة تيدير لنا هاد الامبيانتو دي سكاريكو وبالضبط لا مارميتا ولا السيلينسياتوري، انه تينقص لنا من صداع اللي تيدير الموتور، ريدوري لا روموروزيتا ديل فييكولو، حيت هاديك لا مارميتا كاتاليكا كتنقص لينا من الانكوينامينتو اتموسفيريكو، عفوا اكوستيكو، يعني تلوث سمعي. لان لو ما كانش هاديك لا مارميتا الطوموبيل غدير واحد الصداع وواحد الصوت اللي هو كبير بزاف، غيدير لينا التلوث السمعي. هاد الانكوينامينتو غادي نشوفوه بالتفصيل في الدرس ديالو، حيت هو عنده كابيتولو اخر بوحدو. يعني كيف ما قلت لكم l'impianto di scarico ridurre l'inquinamento atmosferico, ridurre l'inquinamento acustico e anche ridurre la rumorosità del veicolo. ودابا غادي ندوزو لفقرة أخرى. هاد الفقرة غادي نهضرو فيها على فييكولي ا دوي روتي، أولا ليليمنتي كوستيتوتيفي دي فييكولي ا دوي روتي. بمعنى غادي نهضرو فيها على الماتر. الماتر أشنا هما؟ L'interruttore di emergenza, schneie la catena di trasmissione, come si fa il controllo del livello dell'olio e anche del liquido dei freni. Hadshi kamel dakhlina fi l'elementi li kitkun minhom veicoli a due ruote ou lahuma l-matar. Kull wahda ghadi nchoufha schneie ou lash tatliq. Il primo elemento che andiamo a trovare è l'interruttore di emergenza. Allora, nei veicoli a due ruote a motore è possibile spegnere il motore non solo tramite le chiavi d'accensione, ma anche tramite l'interruttore di emergenza che si trova sul manubrio. L'NU è che facciamo sul manubrio. Il manubrio è il guidon del motore, che è il bouton fil hamar. Il bouton è quello che si chiama interruttore di emergenza. يعني خاص بحالة الطوارئ، لأنه ممكن نطفيو به الموتور بلا ما نستعملو سويرت. يعني في الحالات العاديين كنستعملو السويرت باش نشعلو باش نطفيو. أما بانت ليا شي حالة ديال ليمرجنسا وبغيت نطفي الموتور، هنايا عندي واحد البوطون كيتسمى انتروتوري دي ايمرجنسا. Allora, questo interruttore è di estrema importanza poiché permette lo spegnimento del motore senza staccare le mani dal manubrio. Nitmenna tkunu fhamtu l-wadع. Ana kint ghadi sayg motor bal liya wahed l-khatar qdami, bghit nitfi l-motor. Ila bghit nitfi l-motor an tariq l-kyavi, hna ghadi nhtaj annani nhyed yedi ala l-kidon u nitfi l-motor. Amma
ملي كينهار الانتيروتور ديال امرجنسا غادي نطفي الموتور بلا ما غادي نحيد يدي على المانوبريو او على الكيدون، وهنا غادي نكون متحكم لواحد نسبة كبيرة في هذاك الموتور اللي انا سايقو. واحد السؤال ردوا لكم منه انه ديما تتحط في الكويز، تقدروا يقولوا لكم بير بوتير افيار الموتور الانتروتور ديف اسري بوزيسيوناتو سو اون افيامينتو، كتبوا فيرو لانه باش نقدر نشعل الموتور ديالي واخا بلي كيافي هاد الانتروتور دي امرجنسا خاصو يكون شاعل، يعني يكون على البوزيسيون ديال اون ولا افيامينتو اللي كتعني انه شاعل. دابا فحنا غادي نهضروا على لا كاتينا دي ترانسميسيون. لا كاتينا دي ترانسميسيون هي السلسله اللي كتكون في الرويده ديال الموتور، وكتكون ليغي لينا الموتور مع الرويده باش تخليها تدور. allora la catena di trasmissione collega il pignone motore alla corona. كما كتشوفوا هنا عندنا البينيوني وعندنا لا كورونا ديال لا رووتا، اي لا سوا روتورا امبروفيزا بو كاوزار البلوكاجيو ديال لا رووتا بوستيريوري، يعني مني تتقطع لينا على غفله كتبلوكا لنا لا رووتا بوستيريوري الرويده اللورانيه. كيف ما كنقول لكم ديما بوستيريوري هي اللور، انتيريوري هي القدام، كون كونسيغوينتي بيريتا دي كونترولو ديال الفييكولو. بطبيعه الحال ملي كتبلوكا لنا الرويده اللورانيه فهنايا ما تنبقاوش حنا متحكمين في الموتور كوميسي ديفي، يعني خاص هذه ما تكون لوبريفيكاتا، يعني ديما تبان لنا انها مزيته كفايه، وانها الا كانت تكونسومات او لا قدامت بزاف خاصنا نبدلوها بطبيعه الحال باش ما نطيحوش في هذا الموقف. اخر فقره في هذا الفيديو غادي نهضروا فيها على الكونترولو دي ليكويدي. الموتور حتى هو عنده دي ليكويدي، كاينين جوج، كاين ليكويدو دي فريني يعني ديال الفرانات، وكاين لوليو موتوري اللي هو الزيت ديال الموتور. اول حاجه لي فيلو دي ليكويدو فريني سي فيريفيكا كونترولاندو لابوزيتا فاسكيتا تراسبارينتي، كيف ما في الطوموبيل شفنا الفاسكيتا ديال الديترجينتي ولا ديال لافا كريستالو، هنا الموتور عنده واحد لافاسكيتا اللي فيها الداخل ليكويدو دي فريني اللي فيها المينيموم والماكسيموم كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، يعني ملي نقلبها خاص هذاك الليكويدو ما يفوتش اللي هي الماكسيموم وما يكونش ناقص اكثر من المينيموم، يكون بيناتهم. اما الحاجه الثانيه اللي خاصني نقلبها في الفييكولو دوير ووتي اولا الليكويدو الثاني فهو الليكويدو ديال لوليو موتوري. هاد الليكويدو ديال لوليو موتوري كيفاش خاصنا نكونتروليه؟ va controllato con il veicolo perfettamente orizzontale، بمعنيتها انه الموتور يكون محطوط على الارض كامل، poggiato con le ruote a terra e non sul cavalletto. Il cavalletto هو هذا بحال المارتينيت ولا الكريك ديال الطوموبيل حتى الموتور عنده. اخيرا مهمه انني قبل ما نقدر نقلب الزيت ديال الموتور اولا لوليو موتوري خاصني نكون طفيت الموتور واحد دقائق قبل باش يكون برد، ليكويدو تكون ستابيليزا يعني يشد الليفيلو الصحيح ديالو يكون بارد ما يشكلش عليا خطر عاد باش نقدر نقلبه. غادي نكونو سالينا الفيديو ديال اليوم، وغادي نكونو سالينا كاع ليليمنتي اللي كيكونوا في الطوموبيل، شفنا كذلك ليليمنتي اللي تيكونوا في الفييكول دوير ووتي او لا في الموتور. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الاخر اللي غادي نهضروا فيه بطبيعه الحال على كومبورتامنتي او اي كاوتيلي دي غويدا.